انتوا سمعتوا المسيحية اقبلوا المسيحية قولوا يا رب انا قبلتك واقبلني كابن والكلام ده كله. في الحقيقة لو كان هدف زكريا بطرس انه يعرض على الناس المسيحية وكفى، والله ده يبقى حاجة جميلة جدا. طب ما في قنوات مسيحية مفتوحة كتير، وفي قساوسة وكهنة وقمامصة بيظهروا على هذه القنوات وما بيسيئوش للإسلام في شيء، اشمعنى زكريا بطرس هو اللي يضايق المسلمين؟ الإجابة هتشوفوها دلوقتي لما نتصفح معاكم على الشاشة عناوين برامج القمص زكريا بطرس. لما نبص كده على عناوين حلقات برنامج أسئلة عن الإيمان، هنلاقي إن عدد قليل جدا جدا من هذه الحلقات تتكلم عن المسيحية. ادخل بقى على الحلقات اللي بتتكلم عن النسخ والمنسوخ والوحي في الإسلام وحرق المصاحف، وحلقات سلاسل طويلة جدا عن مصادر القرآن وحد الردة والأحاديث النبوية. ايه ده؟ زكريا بطرس عمل حوالي 150 حلقة أسئلة عن الإيمان. طيب لما ندخل على برنامج في الصميم، برنامج في الصميم 20 حلقة، ايه عناوين الحلقات؟ مستقبل الإسلام، محمد ابن من هو، الشخصية القبلية، شخصية الراهب بحيرة، 20 حلقة. برنامج حوار الحق عمل 163 حلقة، شغل كبير قوي. نخش كده في عناوين الحلقات، هنلاقي الزواج في الإسلام، تقديم لبرنامج حوار الحق في ثوبه الجديد. طبعا زكريا بطرس بيحب في كل مناسبة يفرد لنفسه حلقة، ويعني يعمل شغل كده بأي مناسبة بتحصل. المسيح أم محمد، سلسلة طويلة، موت المسيح على الصليب، دي حلقة من الحلقات اللي تكلم فيها عن المسيحية. نلاقي مقارنة المسيح أم محمد، وبعدين نلاقي هل القرآن وحي من الله، وسلاسل كثيرة جدا بيتكلم فيها عن القرآن وبيتكلم فيها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومش بيشرح فيها المسيحية. هنعمل إحصائية بسيطة جدا، الإحصائية دي هتوضح لنا هل زكريا بطرس قاصد إنه يشرح للناس المسيحية علشان إحنا نفهم المسيحية، ولا زكريا بطرس قاصد ان هو يتناول الاسلام ويحاول يشكك في الاسلام ويحاول يطعن في نبي الاسلام وكتاب المسلمين. هنمسك برنامج اسئلة عن الايمان، برنامج اسئلة عن الايمان 150 حلقة، عمل 50 حلقة فقط عن المسيحية. طبعا اوعوا تفتكروا ان ال50 حلقة دول بيتكلم فيها عن المسيحية وبس، لا طبعا، الراجل ده لازم في كل حلقة يلمس بالإسلام وبنبي الإسلام وكتاب المسلمين. طيب 50 حلقة تناول فيها كده في النص مواضيع مسيحية، 100 حلقة بالتمام والكمال عن الإسلام العظيم، عمال يتكلم عن نبي الإسلام وكتاب الإسلام والمسلمين وشرائع الإسلام وكتب التراث. نسبة الحلقات التي تتكلم عن المسيحية 33% فقط، 50 حلقة من 150 حلقة. ده برنامج أسئلة عن الإيمان. برنامج في الصميم 20 حلقة، لم يتكلم في حلقة واحدة عن المسيحية. 20 حلقة ما تكلمش في حلقة واحدة عن المسيحية؟ انت عامل البرنامج مخصوص علشان تتهجم على الإسلام ونبي الإسلام؟ نسبة الحلقات التي تتكلم عن المسيحية في برنامج في الصميم، اللهم لا حسد، 0%، ولا حلقة بيتكلم فيها عن المسيحية. لما ندخل بقى في برنامج حوار الحق، حوار الحق 163 حلقة، تكلم في 27 حلقة فقط عن المسيحية. وطبعا زي ما قلت لكم الراجل ده ما بيتكلمش عن المسيحية وبس، لازم يجيب سيرة نبي الإسلام وكتاب الإسلام ويلمز ويطعن. نسبة الحلقات اللي اتكلم فيها عن المسيحية في برنامج حوار الحق 16% فقط، 27 حلقة من 136 حلقة.
يبقى اجمالي حلقات زكريا بطرس اللي موجود على موقعه دلوقتي 333 حلقة، اتكلم عن المسيحية في 77 حلقة بس. يعني نسبة كلامه عن المسيحية في جميع حلقاته 23% بس. دلوقتي احنا عاوزين نفهم شيء، حضرة القمص زكريا بطرس قال انا مش ببشر بالمسيحية، طيب ما 23% يعني نسبة قليلة جدا، واضح ان هو مش بيتكلم عن المسيحية. طيب هو افرض مساحة كبيرة جدا بيتكلم فيها عن الاسلام، انت يعني بتشرح للناس جمال الاسلام؟ بتشرح للناس ان الاسلام هو دين الحق؟ في كل هذه الحلقات يطعن في القرآن، ويطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويطعن في زوجات النبي، ويطعن في صحابة النبي، وشغال اي حاجة ليها علاقة بالاسلام بيطعن فيها. يبقى رسالته ايه من وراء هذه القنوات؟ هل هي دي مناقشة شخصية المسيح اللي اتكتب عنه في القرآن الكريم سيرة حسنة وجميلة؟ فين ناقش عن المسيح؟ فين تكلم عن المسيح؟ 23% بس من حلقات زكريا بطرس بيتكلم فيها عن المسيحية. في الآخر أحب أقول لكم إن القمص زكريا بطرس فاهم إن هو على الحق، ونحن أيضا نقول أننا على الحق، ولكن القضية ليست ادعاء، فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى ممن تباكى. طبعا عارفين انتوا تمثيليات زكريا بطرس، بيغمض عينيه وبيرفع ايديه، كل هذه تمثيليات. في برنامج هلما نتحاجج لن يكون هناك تمثيليات البتة، فقط الحجة بالحجة والعلم بالعلم. نكتفي بهذا القدر، ونراكم على خير في حلقة قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن،